بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأعزاء الأفاضل وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية المقدمة من قبل الدكتور الاختصاص ميسا محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 13 Part 4 About Coagulation of Blood. وصلنا للتستس فور بلاد كلوتينج، الفحوصات الخاصة بتخثر الدم. شنو هي الفحوصات الخاصة بتخثر الدم؟ عندنا هاي طبعا هنا بروثرومبين تايم ايفالويت ابيليتي تو كلوت انترناشونال نورمالايز ريشيو انشور ذات ريزلتس فروم بروثرومبين تايم تيست ار ذا سيم فروم وان لاب تو انذر. بارشال ثرومبوبلاستين تايم determines if blood thinning therapy is effective. هسه احنا مجرد خلينا الصورة على مود حتى تصير فد صورة توضيحية لعنوان المحاضرة. نبلش الآن. blood clotting tests are used to diagnose blood disorders. إذا هذه الاختبارات تخثر الدم نستخدمها حتى نشخص بها أمراض الدم. Some tests are also used to monitor the patients treated with anticoagulant drugs such as heparin and warfarin. وأيضا بعض هذه الاختبارات نستخدمها لمراقبة المريض اللي يتعالج بأدوية مضادات التخثر مثل الهيبارين والوارفارين. شنو هاي أنواع البلد تيست عندنا؟ بلد كلوتينج تيست، بليدينج تايم، كلوتينج تايم، بروثرومبين تايم، بارشل ثرومبو بروثرومبين تايم، أو نسميها أكو تسمية أخرى بارشل ثرومبوبلاستين تايم، International Normalized Ratio INR والthrombin time. The bleeding time is the time interval from oozing of blood after a cut or injury till arrest of bleeding. إذن هو الوقت أو الفاصل الزمني اللي يبدأ من عملية نضوح الدم من ينجرح مصير جرح. هذا الفاصل يبدأ من عملية نضوح الدم وحتى أن يتوقف خروج الدم. زين. Usually it is determined by doc method using blotting paper or filter paper method. Its normal duration 3 to 6 minutes. وقتها الطبيعي 3 إلى 6 دقائق المفروض تستغرق وتكون prolonged and purpura. هذا نوع من ال يعني blood disorder نسميه purpura، هم راح يجيكم إن شاء الله على المحاضرة القادمة. هنا template bleeding time procedure، هاي هنا لانست صار جرح هنا عندنا. زين، فهاي اكو هي الطريقة هنا، يعني طريقة مختبرية موجودة بالمختبر راح يتعلمها ان شاء الله. زين، هاي شلون الطريقة اللي نستخدمها حتى نشوف انه الملخص انه نشوف شنو معنى ال bleeding time. clotting time is the interval from oozing of blood after a cut or injury till the formation of a clot. بينما عندنا الكلوتينج تايم هو الوقت الفاصل او الوقت اللي ينحسب من خلال انه من عملية نضوح الدم من الجرح الى حد انه تتكون الخثرة الدموية. It is usually determined by capillary tube method. Its normal duration 3 to 8 minutes and is prolonged in hemophilia. طبعا هاي تستغرق وقت اكثر في الاشخاص اللي عندهم مرض الهيموفيليا. هاي blood clotting time، هاي نانا capillary tube method، هاي capillary tube method، هاي صور توضيحية حتى تصير عندكم فكرة وصير حقيقة رغبة في الاستماع في المحاضرة. كل ما كانت بها صور وتوضيحات أكثر كل ما كانت سلسة وسهلة الحفظ. prothrombin time is the time taken by blood to clot after adding tissue thromboplastin to it. بينما البروثرومبين تايم شنو معناته؟ معناته الوقت المحسوب او الذي يؤخذ من خلال انه تتكون الخثره بعد اضافه ماده الثرومبوبلاستين للدم. ايش قد تاخذ وقت من اضيف هاي الماده حتى يتخثر البلد؟ هاي البلد is collected and oxalated so that the calcium is precipitated and prothrombin is not converted into thrombin. فهنا يقول راح اشرح يصير هنا الكالسيوم راح يترسب والبروثرومبين نهائيا اصلا ما راح يتحول الى ثرومبين.
لذلك البلاد كلوتينج از بريفنتد، فما راح يصير تخثر بالدم. Then a large quantity of tissue thromboplastin. إيش راح هنا الدور؟ راح أضيف الكمية من ال tissue thromboplastin with calcium is added to this blood. راح نضيف كمية من ال thromboplastin مع الكالسيوم. Calcium nullifies the effect of oxalate. فهاي ال oxalate منين راح يبطل عملها؟ يبطل عملها منه الكالسيوم. The tissue thromboplastin activates prothrombin and blood clotting occurs. هنا راح يحفز البروثرومبين الثرومبوبلاستين وراح يصير عملية التخثر. بهذا الوقت كله نسميه احنا البروثرومبين تايم. اضافة الثرومبوبلاستين والكالسيوم وراح يصير تحفيز عملية انه البروثرومبين تحول الى الثرومبين والفايبرونجين الى فايبرين كلوت. بوجود هاي العوامل احنا ذكرناها سابقا الـ 12 والـ 11 والعامل التاسع والعامل الثامن والعامل العاشر والعامل الخامس. During this procedure, the time taken by blood to clot after adding tissue thromboplastin is determined. Prothrombin time indicates the total quantity of prothrombin present in the blood. أيضا بنفس الوقت يشير إن البروثرومبين تايم بوجود الكمية الكلية لمادة البروثرومبين الموجودة في الدم. Normal duration of prothrombin time 10 to 12 seconds. 10-12 ثانية فقط. It's a prolonged deficiency of prothrombin. تكون طويلة هذه الفترة لما أكون نقص بالبروثرومبين. And other factors like شنو factor 1, 5, 7, and 10. However it is normal in hemophilia. هذا البروثرومبين تام يعتبر normal في أمراض الهيموفيليا. Partial prothrombin time or activated prothrombin time. Partial prothrombin time is the time taken for the blood to clot after adding an activator. إذا هم نفس الشيء، هم الوقت اللي ناخذه حتى نحسبه يتخثر الدم من إضافة بعد ما نضيف الاكتيفيتر such as phospholipid along with calcium to it. It's also called activated partial prothrombin time. This test is useful in monitoring the patients take anticoagulant drugs. هذا جدا مفيد في متابعة المرضى اللي يأخذون مضادات تخثر. It is carried out by observing clotting time after adding phospholipid. شو راح نصير هنا؟ ملاحظة وقت التخثر بعد إضافة الفوسفوليبيد. A surface activator and calcium to a patient's plasma. Phospholipid serves as platelet substitute. يعمل كعمل الصفيحات الدموية. Commonly used surface activator is كاولين. Normal duration partial prothrombin time 30-45 ثانية. Prolonged in heparin تكون هاي الفترة أطول عند إضافة الانتيكوغلت دراج من الهيبارين وارفارين ثرابي. Since heparin and warfarin inhibit clotting لذلك إذا معناها راح يمنعون عملية التخثر لذلك تكون عملية أطول. And deficiency or inhibition of the أما الهيبارين وارفارين أما يمنعون الكلوتينج من خلال شنو؟ من كلوتينج او نقص يصير او منع بالفاكتور الثاني والخامس والثامن والتاسع والعاشر وال11 وال12 هاي حتى ترجمت لكم الارقام هاي الموجوده ان شاء الله. الانترناشنال نورمالايزد ريشيو. انترناشنال نورمالايزد ريشيو از دي ريتينج اوف ا بيشنت بروثرومبين تايم وين كومبير تو ان افريج. اذا هي يعني طلع لنا معدل او نسبه زين المريض اللي عنده prothrombin time عندما نقارنها مع المعدل زين. It measures extrinsic clotting pathway system. قياسة تكون المن احنا قلنا الكاسكت او الطريقة للتخثر اللي هي نسميها extrinsic. اخذنا intrinsic واكو extrinsic. ال INR او international normalized ratio is useful in monitoring impact of anticoagulant drugs such as warfarin and to just the dosage of anticoagulants. إذن هو مفيد في مراقبة تأثير الأدوية المضادات التخثر مثل الوارفارين وتعديل الجرعة مالته. Patients with atrial fibrillation are usually treated with warfarin to protect against blood clots. زين and which may cause strokes.
these patients should have regular blood tests. لازم يعني يكون فحص بصورة نظامية to know their INR and order to adjust warfarin dosage. فمن خلاله حتى أعرف إيش قد أعطي جرعة الوارفارين. أكو هاي نسموها إحنا نسميها atrial fibrillation. مصطلح هذا في واحدة من مصطلحات أمراض القلب. Blood takes longer time to clot if INR is higher. زين هنا نقول راح يحتاج إلى الدم وقت أطول حتى يتخثر إذا كان الـ INR عالي. النورمال هو شنو يكون حوالي تقريب يعني قيمة مالته واحد. And patient taking anticoagulant therapy for atrial fibrillation, the INR should be between 2 to 3. يعني بين 2 و 3. شو كت هاي لما إذا المريض ياخذ anticoagulant therapy وعنده atrial fibrillation. For patients with heart valve disorder, المرضى اللي يعانون من أمراض بصمامات القلب, the INR should be between 3 and 4. And but INR greater than 4 indicates the blood is clotting too slowly and there is a risk of uncontrolled blood clotting. فهنا يقول إذا كان R أكثر من 4 معناها عملية التخثر بطيئة جدا وأكو يعني خطورة إنه يعني يصير تخثر بالدم غير مسيطر عليه. هاي فدي شو معادلة البسيطة إنه هذا المريض patient وهذا normal. زين اسمها ISI اللي هي International Sensitivity Index. زين الأوبتيمال هي 1.3 إلى 1.5. هنا معناها PT ال patient birth from mean time و N معناها normal reference range. Thrombin time is the time taken for the blood to clot after adding thrombinitol. أيضا نفس الشيء يقول الوقت المحسوب إلى أن يتخثر الدم بعد إضافة المادة الثرومبين. It is done to investigate the presence of heparin in plasma or to detect fibrinogen abnormalities. إذن هو يشخص أو يفحص وجود الهيبارين بالبلازما أو أكو مشكلة بالفايبرينوجين يعني مادة أو عدم يعني طبيعتها. زين يعني يكون اعتقد بعض الابنورماليتيز بعض الاضطرابات بالفايبرينوجين. This test involves observation of a clotting time after adding thrombin to patient's plasma. Normal duration 12 to 20 seconds. الفترة الطبيعية 12 إلى 20 ثانية. And it is prolonged in heparin therapy. تكون أطول المفروض في عملية العلاج بمادة الهيبارين الانتيكوأجلانت and during this fibrinogenemia. زين اللي هي abnormal function يعني وظيفة غير طبيعية of fibrinogen with normal fibrinogen level. الوظيفة غير طبيعية ولكن هو مستوى يكون طبيعي. هنا بعض التوضيحات انه ضافوا البوفاين البقرة الثرومبين زين from freezer من الفريزر الثلاجة to patient's plasma bypass and need for any proximal clotting factor measure time to fibrin clot formation. هنا شو نال هسه عندنا هاي إضافة الثرومبين. هنا عندنا أسباب البرولونج ثرومبين تايم هو شنو ليش برولونج يصير أسباب البرولونج مالته إنه بسبب إضافات الثرومبين إنهبيتر مثل الهيبارين وأسباب أخرى وعندنا الهايبو أو فايبروجينيميا ديسفايبرينوجينيميا وإنكريز فايبرين ديجريديشن برودكتس. بس هذا العامل الأول فكل هنا عندنا التحول هاي هنا كلها نضيف الثرومبين راح يعني هاي الخطوات تقضي عليها إن شاء الله. بس هنا هو بسبب هاي إنه يكون برولونج لأنه هاي الأسباب إنه ثرومبين إنهبيتر إنه لو فايبرينوجين أبنورمال فايبرينوجين أو عندنا وجود عندنا الزيادة بالفايبرينوجين ديجريديشن برودكتس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.